أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يستحب الالتفات في الحيعلتين في هذا الوقت مع وجود مكبرات الصوت وذلك من قبل المؤذن؟ نعم، السنية باقية ولو كان فيه مكبر، ولو كان فيه مكبر. يعني ما الذي يخصص السنة وينهي العمل بها وهي عامة؟ السنة باقية ولو كان فيه مكبر. نعم.